الاحداث طبعا رئيس الجمهوريه هتعمل ايه. طبعا يعني كميه الاحراج اللي تعرضنا لها، نص الناس بتستنى وتمشي والاطفال بتبص لنا باحتقار، وبنت كانت فاكراني بعكسها معرفش ازاي، بس في ناس بتجاوب وفي ناس بترد، وفعلا لقينا احنا انه مشكلات حقيقيه. رئيس جمهورية حاجة واحدة يعني؟ ولا أي حاجة. أعمل إيه؟ أبص على الناس اللي فوق. نعمل إيه؟ أعمل لهم مستقبلهم. إيه؟ أنا رئيس جمهورية؟ مش عارفين نقف في الشارع. حضرتك؟ نعم. لو أنا إيه؟ لو أنت رئيس جمهورية هتعمل إيه؟ بص يا بنتي. يلا أنا آكل إيه؟ مش فاهم اللي بقوله. طلع عبد الناصر وحش. أنا ما ينفعش أبقى رئيس جمهورية للبلد دي أساساً. ابص للغلبان الاول قبل اي حاجه في الدنيا، ابص للغلبان ما بصش انا للي معاه اسور ومعاه عربيات، ابص للغلبان وبعد كده ابص لاي حد خلى ربنا بقى بعد كده. غير الدستور اول حاجه، قانون البلد هغيره الاول. هو في مواد كتير مش عاجباني برضه، يعني مواد مثلا بتقف جنب الفقراء جنب الطلبه جنب ناس كتير. يعني اعمل ايه؟ ايه اول قرار هتاخده؟ هنشوف العداله الاجتماعيه والمرتبات بتاعه الناس والتامين الصحي اللي احنا تعبانين فيه، ده كل الحاجات دي كلها. ما احنا بنعالج من المرتبات، مفيش مرتبات ولا فيش عداله اجتماعيه في الدوله. انا يعني بالنسبه لي ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. اه انا سيبت الحكومه زي ما هي والبلد زي ما هي. شايف البلد محتاجه ايه؟ وانت قلت لنفسك لو انا رئيس جمهوريه كنت عملت كذا. كل البلد مش هعمل افضل من اللي هيعمل. هنرضي الجميع. لو انا رئيس جمهوريه خلي الاجانب تعيش. طب انت بقيت رئيس جمهوريه، يلا غير بقى هتعمل ايه؟ يعني هو المفروض يعني اول حاجه علشان الناس تبقى مظبوطه فكريا، ان التعليم الصحه علشان يقدروا هم يشتغلوا ويدوا بفكر كويس بصحه كويسه. انا راجل ازهري وانا ما بعرفش اقرا اسمي. اول قرار خدت بالك انت، نفوس تبقى كويسه مع بعض. هتعملها في ايه؟ نفوس مع بعضينا كويسه لاي حاجه كده. نعرف لو كنت رئيس الجمهوريه كنت هتعمل ايه؟ رئيس الجمهوريه شايف البلد محتاجه ايه طيب؟ انا معاك.